فيه إشكالات كثيرة مع ذلك. البحث في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم إن صح ما جاء في السيرة وصحة السيرة وصحة الأسانيد سينهي الجدل، ستثبت النبوة ضرورة بإثبات صحة السيرة. ولذلك عندما أسأل فيقال لي ما هي العلوم التي نحتاجها لنقرأ فيها حتى نرسخ يقيننا بهذا الدين، حتى يكون عندنا يعني يقين لا يتزحزح. فرغم أن كثير من ما كتبته في سلسلة الحادي في الميزان متعلق بمباحث في الفلسفة وفي نظرية المعرفة في الثيوديسيا، إلا أنني عندما أستنصح في هذا الباب لتعزيز اليقين فأقول من أراد أن يثبت يقينه فليقرأ في علم الحديث. علم الحديث هو علم اليقين بأمر السيرة النبوية وبأمر النبوة، تثبيت النبوة اقرأ في علم الحديث، بالذات في مصطلح الحديث وفي باب العلم منهجية العلماء في تصنيف